نتاع مدرب يلزمو كيفاش يحاول كيفاش يسكر المنافذ باش ما عادش يخرج خالد الشمام على الاطراف. صحيح، والركنيه لوجدي بوعزي، والهدف من ادريس كوليبالي. اذا هدفين مقابل صفر للترجي التونسي. هذه المره اثر كره ثابته والامضاء لادريس كوليبالي. اذا كوليبالي في التسجيل، اعاده للركنيه بالنسبه لوجدي بوعزي، والارتماء الراسيه الصائبه لادريس كوليبالي بتبع قبل هيثم الاهلالي. اذا هدفين مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي في العشرين دقيقه الاولى للشوط الاول. عبد الرحمن، شفنا التمركز نتاع اللاعبين في الضربة الزاوية، صاير دفاع المنطقة. مفروض الترجي الرياضي التونسي ما تلعبش دفاع المنطقة في الضربة.